مدرب من اللي دربوك راهن عليك، كان دايما بيدافع عنك، وكان دايما مش بس بيدافع عنك جوه الملعب، ده كمان بره الملعب على الفيسبوك وفي كل وسائل الاعلام، وكمان اخذك معاه في حرس الحدود. اكيد عرفت مين هو. تنسامي ده اكيد. كابتن سامي قمصان، مدرب عامل نادي الاهلي ونجم نجوم النادي الاهلي، برحب بيك يا كابتن سامي. كابتن عامل ايه؟ اخبار حضرتك يا كابتن؟ كله تمام؟ كابتن عمر عامل ايه؟ الحمد لله والله. الله يخليك. يعني معانا واحد من اخواتك الصغيرين اللي دافعت عنهم وراهنت عليهم في يوم من الايام، وقلت ان هو هيكون اهم لاعب او من اهم اللعيبه اللي موجوده في مصر. طبعا. كريم عامل ايه؟ عامل ايه يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل يا كابتن. الحمد لله يا كابتن، كله تمام. يعني طبعا كريم من اللعيبه طبعا المميزه جدا، وانت عارف احنا كنت انا ماسكه فرقه 97، هو رمضان وناصر يوسف علاء وفادي والغندور، كان جيل مميز جدا ولعيبه مميزه جدا، وانا كنت من اكثر الناس اللي عارفه امكانياته وقدراته. يمكن معلومه اللي ناس كتير ما تعرفهاش، يمكن نزل اصغر لعيب طلع اعاره في النادي الاهلي حوالي 16 سنه ونص، ولعب في دوري ممتاز في نادي حرس الحدود الحمد لله. يعني ثبت وجهه نظرنا فيه، اللي هو لعيب مميز، عنده شخصيه، عنده قدرات، يعني بقول مكتمله جدا، لعيب كوره دفاعيا وهجوميا. اعتقد ان هو من لعيبه ان شاء الله هيبقى من لعيبه الكبار في النادي الاهلي، ولعيبه مميزه جدا في منتخب مصر ان شاء الله الفتره الجايه. كان عندك يا كابتن سامي يقين وثقه في ان كريم يرجع لمستواه اللي حضرتك عارفه في الفتره اللي كان الجمهور الاهلي بينتقده فيها، ولا قلت لا كريم ممكن يكمل وممكن يستسلم لجمهور السوشيال ميديا ويعني خلاص مستواه او مستقبله ممكن يتحطم بسبب بعض الانتقادات اللي موجوده على الفيسبوك او على تويتر؟ لا بص، انا من اول يوم الحمد لله وانا مؤمن بيه جدا وبامكانياته وقدراته، هو ورمضان، وعلى فكره مش انا بس، يعني يمكن كابتن حسام بدري برضو من الناس اللي كانت مؤمنه بقدرات كريم جدا وراهن عليه كتير جدا، لكن هو يعني الناس كانت متخيله يعني مستعجله على كريم جدا، مستعجله في ارائها، مستعجله اللي هي تشوف مثلا حاجات مميزه، مش يعني مش عارفين سنه الحقيقه ايه، اللي محتاج وقت كتير، محتاج انسجام مع الفرقه، محتاج خبرات ياخدها، لكن يحسب له طبعا اللي هو من الشخصيات القويه جدا، قدر يتحمل ضغوطات ما اعتقد اللعيبه كبيره جدا ما قدرتش تستحملها لما جت النادي الاهلي، اللعيبه كانت كبار جدا في فرق ثانيه لما جت النادي الاهلي وتعرضت لضغوط ما قدرتش تستحملها، وده بتدل ان هو عنده شخصيه قويه، عنده ثقه في ربنا، عنده ثقه في نفسه كبيره جدا، عنده ثقه كبيره في امكانياته. اعتقد ان هو تحدى تحديات صعبه جدا. كابتن سامي معلش انا هقاطع حضرتك، بس عايز اسال حضرتك، هل الكلام اللي حضرتك قلته ده او الكلام اللي حضرتك شفته على كريم اللي خلاك تكتب البوست عنه على الفيسبوك، انا عايز اقراه للساده المشاهدين وهقراه لحضرتك، وعايز اعرف سبب وتوقيت البوست. هل حضرتك شفت بعد ما تعرض كريم لكل الانتقادات وكل الظلم حضرتك شفته كتبت البوست ده؟ حضرتك كتبت ان اول مره اتكلم عن لعيب بس حقه عليا لاني اكتر واحد عارف امكانياته وقدراته، رغم عدم اقتناع البعض بكلامي، لكن كريم ميدفيد من افضل اللاعبين اللي انا شفتهم وضربتهم في حياتي، وان شاء الله الايام هتثبت صدق كلامي وهيكون افضل لعيب موجود في الاهلي ومنتخب مصر. الكلام ده كابتن سامي توقيته ويعني ايه اللي خلى حضرتك تكتب بوست زي ده عن لاعب كره قدم زي بقيه اللعيبه اللي حضرتك ضربتهم؟ انا شفت يعني انا اولا يعني طبعا علاقتي بكريم ميدفيد علاقه قويه جدا، زيه زي رمضان، زي ناصر، زي معظم الفرقه اللي كانت 97، الحمد لله احنا كان يعني كنا بنعيش سنه حلوه جدا وعشنا سنه حلوه جدا فيها حاجات جميله جدا، وانا عارف ان الفرقه دي فيها مواهب كبيره جدا، وعارف الضغوط اللي بيتعرض لها لعيب النادي الاهلي، وعارف ان الفتره دي كان كريم محتاج جدا لاي دعم، سواء بقى معنوي، سواء اللي الناس تتكلم عنه وتدافع عنه، فحسيت ان من واجبي ان انا اقول دفاع عن كريم، رغم ان الوقت ده كان كل الناس بتنتقده وكل الناس بتنتقد ازاي هو يلعب وازاي كل لعيب في النادي الاهلي، لكن اعتقد ان ده حق عليا، وزي ما حق لعيبه كتير انا مررتها وعارف امكانياتها، لما تتعرض لاي ضغوط او تتعرض لاي نقد لازم الواحد يعني يشوف يعني يقول وجهه نظره، لان ده اعتقد ان دي شهاده اللي انت لازم تقولها حتى لو الناس مش مقتنعه بيك، والحمد لله الايام ثبتت وجهه نظري ووجهه نظر الناس كلها اللي راهنت عليه، وده بيدل برضه زي وارجع تاني اقول لك ان هو شخصيه لعيب النادي الاهلي فعلا، هو كريم اعتقد ان شاء الله الفتره الجايه لما يرجع ان شاء الله ربنا عافيه من الاصابه هيبقى من اللعيبه المميزه جدا، واعتقد ان هو هيعمل تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي،
واعتقد اللي هيبقى كمان من كباتن النادي الاهلي الكبار ان شاء الله. يعني يا بخت يا كريم من عنده مدرب زي الكابتن سامي قمصان. بسم الله ما شاء الله بيحبك حب. لو الواحد عنده نص بس المدرب زي كابتن سامي ف هي بص يا كابتن اتفضل يا كابتن. الفكره برضو الفكره مش حب شخصي طبعا يا كابتن. طبعا هي حب يعني حب في امكانيات حب صح في قدرات لعيب معينه. انا بحب رمضان جدا وبحب ناصر جدا وبحب كل لعيب موجود في النادي الاهلي. كل واحد له حق عليا اللي انا دافع عنه حتى في اوقات كتيره مع لعيبه كبار حتى موجوده في الفرقه دلوقتي. انا دوري اللي انا لما اكون اي حاجه ايجابيه هو بيعملها اقول له او حاجه سلبيه بقولها. وده انا اتعلمته في النادي الاهلي واتعلمته من المدربين الكبار الموجودين كابتن يوسف والناس الاجانب اللي الواحد اشتغل معاها واللي قبل كده. فاعتقد ان النادي الاهلي هو اللي بيعودنا على كده ويعودنا ان احنا دايما نبقى في ظهر اللعيب النادي الاهلي. لان النادي الاهلي بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. الواحد يتمنى يعني يبني النادي الاهلي في اي حاجه هتفيد النادي وهتفيد اللعيبه. اعتقد الواحد مش هيتاخر عنها. جبنا حضرتك تصريح وحضرتك قلت على طول رمضان وناصر وندفد من اولادي وحضرتك كسبت الرهان على كريم ندفد. ده كان حوار لحضرتك في مجله الاهلي وبالتالي مش بس فعلا كريم لا هو حضرتك الجيل بتاع حضرتك كله 97 اللي حضرتك ضربتهم ومقتنع بامكانياتهم كسبت بيهم الرهان ودلوقتي هم لعيبه مميزين جدا في مصر. لكن يا كريم اكيد الكابتن سامي قمصان اكيد يعني عايز تقول له كلام واكيد واحد من المدربين المحترمين اللي انت حظك كان حلو ان انت ضربت تحت ايديهم. طبعا كابتن سامي انا يعني حظ حلو جدا ان انا اتمرنت معاه. انا بشكر كابتن سامي طبعا على كل حاجه عملها مش معايا انا بس طبعا عمل معايا حاجات كتير شخصيه ولكن هو تعب فعلا مع كل واحد في فرقتنا فرقه ال 97 دي بالذات. طلع من كل واحد فينا حاجه مختلفه ما كناش احنا شايفينها او ما كناش احنا نعرفها. وفعلا كابتن سامي يعني خلى فرقتنا تنتقل نقله تاني في وسط الفرق بتاعتنا وفي وسط الناس. يعني انا افتكر ان احنا ماتشاتنا في الدوري دي كان المدربين بتاعت الانديه التانيه بتاعت الفرق بتاعتنا في النادي ما كانش بيعملوا تمرين يعني اليوم ده لازم يتفرجوا على الماتش بتاعنا. فطبعا بشكره عن كل حاجه هو قالها لي. كابتن سامي كان من اكتر الناس بتساندني حتى هو ما كانش موجود في النادي كان على طول بيكلمني وكان على طول هو بيقول لي اشتغل اتعب. هو دي كلمه انا خدتها منه وفعلا هي صح وده اللي انا اشتغلت عليه في فتره كبيره مش اكتر من سنه ونص سنتين في فتره الانتقادات. هو كان بيقول لي على طول اتعب واتمرن وربنا مش هيضيع تعبك ابدا مهما يحصل. طبعا بشكره على كل اللي هو عمله معايا وبشكره على كل كلمه قالها لي وكل وقت ضيعه من وقت ان هو يعلمني حاجه او يعرفني حاجه انا بشكره قدام الناس كلها. يعني يا كابتن سامي كلام محترم من كريم وكلام بيدل ان حضرتك كريم مش بس شخصيه محترمه لا ده كمان عنده عقليه محترفه كبيره وعارف كل كلمه خارجه من بقه وهي بتروح فين. انا قلت لحضرتك اللي هو شخصيه لعيب نادي الاهلي فعلا عنده ثقه كبيره في نفسه في ربنا عنده ثقه كبيره في امكانياته. اعتقد برضو تفكيره انت شفت اهو يمكن اول مره ممكن انت تكون بتتكلم معاه او الناس بتتكلم معاه بتشوفه لكن عارفه يعني ايه بقى لعيب بيتعرض للضغوط ديت الضغوط ديت اللي حصلت له ويقدر يبقى ثابت ويقدر يتحدى الناس في سن صغير جدا لسه يعني. فاعتقد ان شاء الله يا رب انا اتمنى طبعا ليه كل التوفيق هو وكل لعيبه النادي الاهلي وكل اللعيبه اللي في سنه وكل اللعيبه اللي في القاعه. لكن انا عاوز اقول حاجه بس صغيره بعد اذنك. اتفضل يا كابتن. ان 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 النادي الاهلي مش انا اللي سبب في وجود مثلا ندفد او ناصر او صح. رمضان او انا لا انا كنت بادي دوري لان قبل كده في اختيارات كابتن بدر رجب كابتن عاشور كابتن سيد غريب كابتن علي ماهر فكل واحد مننا بيدي حد حاجه. عشان كده مهم جدا في القطاع ان اللعيب يتمرن مع كذا مدرب مختلف عشان ياخد من كل مدرب حاجه تقدر تفيده يعني. فهو مش ندفد محسوب لي بس لا ده محسوب لكل مدربين النادي في قطاع النادي الاهلي في قطاع ناشئين النادي الاهلي للدرجه الاولى لكل حاجه لكل واحد ساعد اللي هو يختار لعيب للنادي الاهلي. فاعتقد يعني برضو دول عشان ما ننكرش حقهم وما ننكرش تعبهم فاعتقد برضو ان دول لهم حق كبير على ندفد وكل اللعيبه اللي بتطلع من القطاع الحمد لله. وده بيثبت برضو ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي الحمد لله ماشي خطه كويسه جدا. يمكن بيطلع ما شاء الله لعيبه بتشوف دلوقتي ندفد وناصر ورمضان وفي احمد حمدي وفي حناوي وفي اكرم توفيق في سوري احمد ياسر ريان. فكل الناس ديت يعني اعتقد ان ده نتاج لقطاع الناشئين ونتاج للفكر اللي النادي ماشي عليه الفتره اللي جايه ديت اللي هو مع التدعيمات اللي بيجيبها من اللعيبه اللي بره. اعتقد برضو دور قطاع الناشئين برضو مهم جدا. اتمنى التوفيق طبعا ليهم وان شاء الله ربنا يكرمهم ويطلعوا لنا لعيبه احسن ان شاء الله.
بشكرك كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. كابتن سامي قال كلام مهم جدا وانكر ذاته، هو ده سمه النادي الاهلي في اولاده. دايما كلنا بنقول الفضل الاكبر بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الاهلي والمرحله العمريه اللي انت كنت موجود فيها. مدرب بيعمل دوره وبالتالي بيسلم المدرب اللي بعديه بيعمل دوره وبيسلم المدرب اللي بعديه وهكذا. هي دي الحلقه اللي موجوده داخل قطاع النادي الاهلي. دايما اللعيبه اللي بتخرج من قطاع النادي الاهلي بيكون لعيبه مميزه عندها شخصيه النادي الاهلي، ودايما الشخصيه هي اهم سمه من سمات لاعب كره القدم.